تعرف أبدا إمتى رح يموت وكيف. الله يسامحك ويغفر لك يا كاظم آغا. يا ويلي، معقول دفن الرجال هو عايش؟ كاظم آغا، كاظم آغا، أنت عم تسمعني؟ إذا كان عايش رح يموت من قلة الهوى. يا ربي، أنا شو بدي ساوي لحالي؟ من مين بدي أطلب المساعدة هلا؟ ليش حاسس تمي كتير نشفان؟ مين الغليظ اللي عم يتصل بهالوقت على تليفوني؟ العمة فاطمة؟ ألو؟ خير إن شاء الله؟ يا ترى هالرجال مع مين عم يحكي بهالوقت المتأخر؟ ليكون معقول أنت ساويتها فيني وعم تخوني يا حلمي؟ شلون بتخون مرتك يلي مثل الوردة؟ كيف بتساوي فيني هيك؟ روح إن شاء الله بتموت. تمام، لا تقلقي، أنا جاي فورا. ها؟ لا لا، ما راح أقول لحدا. مين؟ شازيماند؟ لا، هي بسابع نومي. ايه تمام، أنا جاي فورا. استغفر الله العظيم.